نتحدث كنا قبل قليل عن تلك الصواريخ المجنحة والباليستية، وربما على خط امداد حزب الله نتحدث في عديد من التقارير عن أسلحة جديدة تصل تباعا إلى حزب الله، كهرومغناطيسية وإلكترومغناطيسية وربما أكثر من ذلك. لو تعطينا هيك لمحة عسكرية عن ما يحدث على خط امداد حزب الله الذي سيساهم لاحقا ربما في إزالة الكيان. لك رشاد، انتشر يعني اخبار بهودي اليومين حزب الله ينقل صواريخ يجهز كذا. خليني اخبرك شغله، لا حزب الله لا ينقل صواريخ ولا من يحضرهم. عفوا بس تأكيدا على كلامك، اسوشيتد بريس قالت انه حزب الله بدأ بنقل بعض صواريخه الذكية والموجهة بدقة لاستخدامها اذا لازم الامر في هذا العدوان على لبنان المرتقب. غير صحيح هذا الكلام، الصواريخ موجودة في أماكن إطلاقها ومخزنة في أماكن التخزين يعني التابعة لها. حزب الله يأخذ بعين الاعتبار يعني قوة سلاح الجو الإسرائيلي وقدرته على الاستطلاع والاستهداف، وبالتالي كل شيء موجود في مكانه. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا بدك أقول لك شو هي الصواريخ، خليني بدلش عد أنا وياك يعني من فجر 3 وفجر 5، يعني هي صواريخ تحولت كلها إلى صواريخ دقيقة كانت موجودة لدى حزب الله، يعني وهي من طرازين، يعني طراز إيراني وطراز سوري، وما بنعرف إذا حزب الله صنع أيضا من هذا النموذج. هلا الطراز السوري في نوعين منه، عمليا أرسل جزء منه على قطاع غزة في مرحلة من المراحل. خلينا نقول اللي بسميهم حزب الله فجر، فجر 3 وفجر 5 هن صواريخ تبدأ يعني من 70 كيلومتر إلى تقريبا 120 كيلومتر. صاروخ فجر 3 بيحمل رأس متفجر بحدود 75 كيلوغرام، صاروخ فجر 5 بيحمل رأس متفجر بحدود 125 كيلوغرام، وهذه الصواريخ أصبحت دقيقة. يعني نحن فيها المقاومة تقصف تل أبيب بصواريخ فجر 5 وهي مرتاحة، فجر 5 125 كيلوغرام. وأكيد يعني إطلاق هذا النوع من الصواريخ أسهل بكثير من إطلاق صواريخ كفاتح 110 وذو الفقار وأسماء أخرى، يعني لا أعرف يعني ماذا يسميها حزب الله. تبدأ من 200 كيلومتر وتنتهي ب 400 إلى 500 كيلومتر بالنسبة لصواريخ فاتح فقط. صواريخ فاتح أغلبها بكل الطرازات الأربعة موجودة عن حزب الله، وقد تكون يعني المقاومة أجرت تطويرات على الطرازات السابقة يعني لفاتح 110، وبالتالي أصبحت جميعها نقطية. عم نحكي عن فاتح، يعني عم نحكي عن 500 كيلوغرام رأس صاروخ المتفجر، عم نحكي عن ذو الفقار مدى 700 إلى 800 كيلومتر، والمقاومة لا تحتاج أكثر من ذلك. طيب عم نحكي عن صواريخ مجنحة تقطع مسافات طويلة جدا بحدود 2000 كيلومتر، وبالتالي المقاومة لا تحتاج هذه المسافات أيضا. عم نحكي عن صواريخ أرض بحر التي يمكن أن تستخدم أيضا ضد الأهداف البرية بكميات كبيرة جدا ونسبة دقة عالية جدا، تبدأ من يعني رؤوس متفجرة 100 كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام. عم نحكي عن مسافات يعني لهذه الصواريخ من 125 كيلومتر إلى 300 و400 كيلومتر، بما يغطي كل ساحل فلسطين المحتلة، وهذا بظل المعركة الشاملة، يعني قطع البحر نهائيا، يعني قطع أي إمداد عن الكيان الإسرائيلي مؤكد. عم نحكي عن آلاف الطائرات المسيرة القادرة على الوصول إلى أي مكان في الكيان الصهيوني في كل مساحات فلسطين المحتلة. عم نحكي طبعا عن طائرات مسيرة تحمل بين 9 إلى 150 كيلوغرام من الرؤوس المتفجرة بحسب كل طراز. عم نحكي عن منظومة دفاع جوي ما شفنا منها إلا القليل، وبالتالي هناك يعني منظومة متكاملة لدى حزب الله تستطيع العمل تحت عناوين المعركة العسكرية المشتركة الحديثة بفعالية عالية جدا وبنمط مختلف، يعني تسليح جيش نظامي لكن بنمط المعركة باستخدام ضمن نظم وقوانين المعركة
اللامتماثلة. عنوان رئيسي نهائي: كل ما تمتلكه إيران، كل ما تمتلكه إيران. ويرتبط بالمعركة اللامتماثلة، سجل عندك، موجود عند حزب الله، منشان ما نتعب راسنا كثير يعني بالبحث. روح ابحث عن السلاح الإيراني، كل ما هو مرتبط، وأظهرته طبعا إيران، كل ما هو يعني مرتبط بالمعركة اللامتماثلة هو موجود عند حزب الله، وبكميات أكبر بكثير مما تحتاجه المعركة. إذن هذه المعادلة. طيب نحن عم نحلل، يعني نحن عم نخمن إذا بدك، كمان الإسرائيلي عم يخمن. طيب يخي سؤال صغير، وين مخازن حزب الله؟ لو الإسرائيلي بيعرف وين مخازن حزب الله، يعني الأساسية والاستراتيجية، مش كان راح قصفها يا أخي؟ لو بيعرف وين مراكز حزب الله، مش كان راح قصفها؟ هلا شو عم يقصف الإسرائيلي؟ عمليا عم يقطف يا مدنيين يا مقاتلين عم يتحركوا عمليا ومكشوفين. وبالتالي من المؤكد أن كل ترسانة حزب الله هي تحت الأرض، لا تحتاج إلى النقل من مكان إلى مكان، كل مربط بمربطه، كل يعني سلاح موجود بالموقع الذي يجب أن يوجد فيه. وبالتالي هذا هو التعقيد الكبير لما بيخلي الإسرائيلي يعمل تأدير موقف للانتقال إلى مرحلة اتخاذ القرار بسبب النقص الكبير في البعد الاستخباراتي. وهون يعني ليعود الإسرائيلي، معليش بدي ضيف هذه القصة، شو عم يعمل الإسرائيلي لما عم يجي بيغتال فلان أو فلان أو فلان؟ وكأنه عم بيقول للإسرائيلي جوا أنه أنا بعدني قادر أعمل كذا وكذا وكذا، وعم بيمارس على اللبنانيين الحرب النفسية. لأنه بصراحة اللي ما بيعرفوا بالعلوم العسكرية بيقولوا لك ليك عم يقتلنا عم يغتالنا عن كذا. طيب يا أخي ماشي الحال، ما أنت عم تواجه جيش من أعطى جيوش العالم وأكثرها تجهيزا وتسليحا، ونحن معترفين أنه متفوق علينا بمجال التكنولوجيا وكل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا. طيب يا أخي في قائد جبهة بده يقود جبهته، شو بيقود؟ منين بيقودها يا أخي؟ بيقودها من تحت تاسع أرض ولا بده يطلع يتجول يطلع على الناس؟ أبو نعمي الله يرحمه، الحاج أبو نعمي قائد الجبهة الغربية، قائد وحدة عزيز، طيب ما حاولوا يقتلوه 9 مرات ما قدروا، ما نجحت. طيب بالأخير في محاولات استطلاع دائمي. إذن هذه هي المعادلات اليوم، بدنا نشوف نحن بهالمعادلات القائمة كيف بدك تدير المعركة بما هو متاح لك من إمكانيات وبما تعرفه عن العدو. هون رجع لك لموضوع الهدهد، يعني ما تعرفه المقاومة يعني في البعد الاستخباراتي يكفي وبل يزيد يعني إذا بدك عن حاجة المقاومة لخوض معركة مشتركة حديثة. الجنرال عمر معربوني، كنت معنا عبر تطبيق زوم، أشكرك جدا على هذا الوقت الثمين وتلك المعلومات القيمة، وعلى أمل أن نلتقي قريبا في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا لكم أستاذ، شكرا.